نمبر 4، أخذنا أول لابين اللي هم الأبر لمب. لاب نمبر 3 أخذنا اللور لمب، أخذنا الهيب لوتير ريجن. اليوم آخر لاب راح نأخذ فيه النيو جوينت، الأنكل جوينت، muscles of the leg. تمام، يعني هاي أهمية اللاب. في مادة البي دي اف راح أعمل لكم شير لها، في بنهاية البي دي اف في توبيك اسمه الهيد اند نيك، هم المسلز تبعت الهيد اند نيك، وفي مسلز اوف ذا باك راح احذف لكم اياهم لانه صراحة ما في وقت اني اشرحهم. دكتور طيب الهاند، الهاند ما شرحته؟ لا حكيت انها اللاب هذا. طيب مش مشكلة بشرحها على السريع. طيب أنا تخليني الهاند مستحيل ما شرحته. دكتور اغلبه كم محاضرة للسيستم هذا؟ اللابات أربعة مو سبعة يعني؟ لا لا أربعة بس، يعني حسب التايم تيبل أربعة لابات بس، ممكن أكثر بس اختصرهم شوية. الهاند ما بعرف، إحنا آخر لاب أخذنا اللور لمب، فتجاوزنا موضوع الهاند. راح أخلي آخر اللاب، يعني آخر تقريبا 10 دقائق بشرح لكم إياه. تمام، كوني حاط الملفات مباشرة يعني على صور اللور لمب. طيب يا جماعة، هاي عملت لكم شير لمادة الفي دي اف. راح نبلش بالني جوينت، ناخذ الني جوينت، بعدين راح نبلش تسلسل، يعني بعدين راح نشوف البونز اوف ذا ليج اللي هم التيبيا والفيبيلا، بعدين نشوف الانكل جوينت، بعدين نشوف المسلز اوف ذا ليج. هيك بنكون خلصين تسلسل اللاب. تمام، اخر تقريبا 10 دقائق ذكروني اشرح الهاند بعجاله. تمام، الان اللي حضروا معي بالجامعه شرحت لهم يبدل اكثر من مره وبتفصيل. طيب راح نبلش بالني جوينت مباشرة، نعرض فيديوهات بس خلينا مباشرة بس نشوف الصور، كمان حاطين ملف البي دي اف. طبعا هون شايفين صور الني جوينت بوضوح، حاط لكم البونز اول شيء يعني الارتكيليشن، بعدين اللي هو الباتيلر سيرفيس مع الباتيلا، بعدين الابر سيرفيس حتى نشوف الاتاتشمنت اوف ذا ليجمنتس اند منسكاي، بعدين نشوف الليجمنتس الانترا كابسولار والاكسترا كابسولار ليجمنتس اوف ذا ني جوينت. والصوره اللي هون بتبين ان البيرسي تبعها بيرسا. الصور ممكن يعني تستفيدوا منهم بالكلينيكال، يعني تقدر تاخذوهم هم وهم كثير واضحين، حطيت لكم اياهم تجميع على اهم الاشياء. وهون الموفمنتس للني جوينت، وبعدين راح نشوف المسلز بعجاله. تمام، طيب خلينا نشوف الفيديوهات ونعلق عليها كالعاده. طيب راح نشوف اول فيديو للني جوينت، راح نشوف البونز اول شيء والارتكيوليشن. هذا راح اعمل كوشير للملف. طيب هلا بين يا جماعه عندنا راح نشوف البونز اللي بتشكلين لي الني جوينت. طيب انتوا عارفين يا جماعه الني جوينت عباره عن سينوفيال جوينت، هو the most complex and the largest joint in the body. تمام، هلا بقسموه لجزئين، two condylar joint اللي هما two condyles of femur بيرتبطوا مع two condyles of tibia. تمام، هذا النوع بنسميه synovial modified hinge joint. تمام، طيب راح نشوف بعد شوي انه في عندي باتيلا وفي باتيلر سيرفيس، فهذا gliding joint. تمام، عشان هيك هو complex joint. خلينا نبلش بالاسهل اللي هو ارتباط التو كوندايلز اوف فيمر مع التو كوندايلز اوف ذا تيبيا. هون بنشوف اول سطحين ارتباط اللي هم، طبعا هاي التفاصيل اللي بكتبها مش مهمه، بنشوف اللاترال والميديال كوندايلز اوف فيمر. تمام، حيرتبطوا بمين؟ اكيد تحت اللي هم الميديال واللاترال كوندايلز اوف ذا تيبيا.
لاحظوا انه ما حكيت عن الفيبيولا شيء. اذا هل الفيبيولا جزء من الني جوينت او بتشكل جزء لا. من الني جوينت؟ لا، عبارة عن فيمر وتيبيا، يعني تو كوندايلز فوق مع تو كوندايلز تحت. طيب هاي يا جماعة، احنا حاليا احنا نشوف الصورة اللي هون، انتوا قاعدة تتطلعوا على التيبيا من الامام، منشوف الميديال كوندايل واللاترال كوندايل of the tibia. لاحظوا اي جزء من الكوندايلز، يعني هاي الميديال وهاي اللاترال، اي جزء من الكوندايلز هو articular surface، والtop of the condyles ماشي يا جماعة اللي هو السطح العلوي للميديال واللاترال كوندايلز، هذا اللي راح يرتبط مع الكوندايلز of the femur. طيب اوكي، شايفين يا جماعة المنطقة اللي بين الكوندايلز اللي مكتوب على intercondylar area، هل هي articular surface؟ هل راح ترتبط مع شيء من الفيمر؟ لا لا، هاي المنطقة اللي بين الكوندايل نسميه intercondylar area. هلا اللي بقسم intercondylar area، لاحظوا بالنص تقريبا في eminence زي وكأنه جبل مرتفع، نسميه intercondylar eminence. بقسم لي الانتركوندايلر اريا لجزء بالامام وجزء بالخلف، تمام؟ لاهميه الانتركوندايلر اريا راح يرتبط فيها ليجمنتس والهوردز اوف ذا مينسكاي. طيب الاول شغله بنشوفها هون يا جماعه، لما نمشي الفيديو شويه، ان الكوندايلز ذا تيبيا شلو، احنا عارفين بلشنا انه ساينوفيال موديفايد هنج، يعني في عندي كونفكس سيرفيسز اللي هم من الفيمر لازم يقابلكم كيف من التيبيا. طيب كيف راح تنحل هالمشكله؟ كيف بدي ازيد الكونكافيتي للكوندايلز اوف ذا تيبيا؟ شو برايكم؟ لاحظوا هنا ميديال ولاترال مينيساي بالضبط، فانتم تطلعوا هون على الني جوينت من الباك فرونت. لاحظوا هنا لساتنا بنحكي عن البونز، يعني ارتباط العظم ببعضه. طيب شو اللي راح ينحط بالني جوينت؟ طبعا هاي الباتيلا والباتيلر سيرفيس، حكيت لكم جلايدنج جوينت. اذا راح نضيف الفيديو الثاني اللي هم المينسكاي. طيب هاي راح اعمل لكم شير، لاحظوا هاي الميديال واللاترال كوندايلز اوف ذا تيبيا. لاحظوا شو نضاف عليهم يا جماعه، شو هذول اللي نضافوا، شو اسميهم؟ من سكاي. من سكاي، لأن الصورة تقدر تميز الميزان من اللاترال من نسكس، يعني إذا من الفيبيولا بالضبط. طب لو الفيبيولا مش موجودة، إن الميديا أكبر من اللاترال بالضبط. الميديا، لاحظوا الميديا الأكبر وعامل زي حرف السي، سي شيب، بينما الأصغر اللي هي تقريبا شبه زي حرف الأو اللي هي مين؟ اللاترال كوندايل. طيب هسه رح يعمل حركة هو، لاحظوا مين اللي بتتحرك؟ مين اللي هي الموبايل؟ لاترال. اللاترال. مين الفيكس؟ الميديال. تمام. إذا المينسكس عبارة عن شو؟ فايبرو كارتلج، زيها زي مين؟ زي مين؟ تتذكروا بالشولدر كان في ريم وفايبرو كارتلج، شو كان اسمه؟ بلينويد. ما أخذنا الشولدر. الشي لامبرم. طيب مش مهم الشولدر، شو يعني شولدر اصلا؟ شو شولدر؟ شو شولدر؟ شو طيب. اللابرم ممكن بالهب اخذناه، ليش علق على شيء؟ جلينويد لابرم. طيب ماشي، انسوا الشولدر، اخذتوا الهب؟ لا اخذتوه؟ لا 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 دكتور، ما اخذنا، ما اخذتوا الهب. مش مهمين صراحة، يعني شو شولدر شو هب أصلا؟ شو شولدر شو هب؟ جوانت صغار، يعني شو الشولدر شو الهب؟ ما بدي أعلق. طيب إذا بالشولدر أو بالهب جوانت اثنيناتهم بول أند سوكت، كان ينحط حتى نزيد الكونكافيتي للجلينويد كافيتي والأستابيلم. ريم أو فايبرو كارتلج كان اسمه جلينويد لابرم بالشولدر، والأستابيلم لابرم بال
هيب جوينت. طيب هو نفس الشيء حتى نزيد الكونكافيتي للتيبيال كوندايلز حطينا فايبرو كارتليج. فايبرو كارتليج اسمها منسكس، تمام؟ منسكس اللي هم الغضاريف الهلالية، واحدة ميديال واحدة لاترال. طيب إذا لاحظوا هنا عمل كروس سكشن بين الكونفيك للمنسكس وكولاترالي والثن ميديالي، تمام؟ هاي لاحظوا توب فيو قاعد يورجينا المنسكاي. لاحظوا ايتش منسكس لها انتيرير هورن بوستيرير هورن، انتيرير هورن بوستيرير هورن. لاحظوا الهورنز وين ماسكه بالضبط للمنسكاي؟ المنطقة اللي وسط اللي حكيت لكم شو كان اسمها؟ intercondylar eminens. لا الكامله كلها على بعضها اريا، intercondylar اريا. اذا الانتركوندايلر اريا لاحظوا بدايه صار في اتاتشمنت للمنسكاي للهورنز، يعني الهورن اللي هو هذا الانتير هورن، هذا البوستير هورن، هذا الانتير هاي بوستير، ارتبطوا لاحظوا بالانتركوندايلر اريا. اذا عملنا فانكشن وظيفه للانتركوندايلر اريا. طيب خلينا نمشي ونشوف. هاي بورجينا الميديال واللاترال منسكس. لاحظوا أهم شغلة هو يحرك المنسكاي، مين الفيكسد ومين الموبايل. الفيكسد اللي هي الميديال منسكس، تمام؟ رح نشوف بعد شوية كمان فيديو ليش الميديال منسكس فيكسد وليش اللاترال منسكس موبايل، وهذا بنعكس على المين أكثر عرضة للإنجري، الميديال ولا اللاترال؟ اللاترال. اللاترال اللاترال منسكس. طيب خلينا نعملكم كمان فيديو. لاحظوا بلشنا بعظم، ضفنا المنسكس، حاليا شو راح لازم نضيف يا جماعه حتى نربط العظام ببعض؟ كبسول وليجمنت. بالضبط. طيب اذا بلزمنا ليجمنت. لا لاحظوا الليجمنت، بكبر شوي الفيديو. الليجمنت اللي جوا الني جوينت اللي جوا الكبسول شو بنسميهم؟ انترا كابسولار ليجمنتس. طيب واللي برا الكابسول اكسترا كابسولار ليجمنتس. خلينا نبلش باللي جوا الجوينت كابسول. مين اشهر ليجمنتس يا جماعه جوا الجوينت كابسول للني جوينت؟ اللي هم الاي سي ال والليجمنت، اللي هم الكروشيات ليجمنتس، الاربطه الصليبيه. طيب راح نشوف بتفصيل الانتيرير والبوستيرير كروشيات ليجمنتس. خلينا نبلش بمين؟ بالانتيرير. هذا الانتيرير كروشيات ليجمنتس من منظره، من هاي الليجمنتس. لاحظوا وين مرتبط بالاساس؟ على بدايته طبعا، بين التيبيا والفيبيا، بين التيبيا والفيمر، صح؟ طيب هلا بالتيبيا لاحظوا وين مرتبط؟ الانتيرير بارت، من الانتيرير بارت اوف انتركوندايلر اريا، تمام؟ فصلت لهم اياه اللي حضروا معي اليوم بالضبط وين. طيب كيف اتجاهه الانتيرير كروشيات ليجمنتس؟ أكيد طالع يعني أبورد باكورد. هلا رايح ميديالي ولا لاترالي؟ وطلع على الفيبيلا. لاترالي. إذا وين أقرب مكان ممكن يرتبط فيه بالفيمر؟ على الميديال كوندايل ولا لاترال كوندايل؟ بالضبط لاترال كوندايل. ميديال سيرفيس لللاترال كوندايل. بالضبط. هاي راح نشوف كمان البوستيريا كروشيت. طيب لاحظوا البوستيريور كروشيت، يعني قاعدين نطلع من ورا، وين ماسك؟ بالانتركوندايلر اريا، وين؟ من الخلف، يعني البوستيريور بارت. هلا الليجمنت طالع اكيد ابورد، لا باكورد ولا فورورد؟ طالع للامام. فورورد. لكن رايح ميديالي ولا لاترالي؟ ميديالي، صح؟ هاي لاحظوا بيرتبط بمين؟ ميديالي. بالميديال كوندايلر على الانر سيرفيس. طيب خلينا نمشي ونشوف بتفصيل أكثر. لاحظوا قاعد بورجينا مين؟ الـ ACL. هايو لاحظوا من الأمام ماسك وين؟ بالتيبيا. لاحظوا طالع أبورد باكورد ولاترالي، حتى يمسك باللاترال كوندايل أوف فيمر. طيب هلأ شو أهمية الـ ACL؟ هاي بورجينا الـ attachment بالضبط. شو تتوقع الـ ACL أهميته؟ بمنع الانتيرير موفمنت للتيبيا على الفيمر، وبمنع البوستيرير موفمنت للفيمر على التيبيا. بالضبط بالضبط، يعني ماسك بين العظمتين، بمنع الديسبليسمنت واحدة على الثانية. طيب
ونفس الشيء البوستيريور كروشيت ليجمنتس عكسوا الاولانيات، تمنع التيبيا انها تعمل ديسبيسمنت بوستيريوري او الفيمر للامام لانه ماسك بالثنتين. بالثنتين الكلام صحيح. اذا لاحظوا ربطنا الفيمر بالكوندايلز ببعض عن طريق الكروشيت ليجمنتس. طيب اكيد الكروشيات ليجمنتس كثير قويين، وين موجودات جوا الكابسول، يعني هذول انترا كابسولار ليجمنتس. طيب برا الجوينت كابسول شو بلزمنا يا جماعه؟ كونه هنج جوينت زي الالبو، الالبو هنج جوينت كان فليكشن اكستنشن، شو كنا نربط الجوانب بكولاترال، كولاترال ليجمنت بالضبط. اذا بلزمنا كولاترال ليجمنتس، اول كولاترال ليجمنت مبين معنا بالفيديو، هي ماسك بالهيد فيبيولا من جهه، واللاترال اي بي كوندايل اوف فيمر. شو ممكن نسميه هذا الليجمنت؟ لاترال كوندايل لاترال او فيبيولار كولاترال، صح؟ بالضبط. لاحظوا شغله هسه بدي اخليه حرك شوي الفيديو. طبعا هم بورجينا هلا هم بورجينا اهميه ال ACL والPCL، إنه لو لهم بصير لاحظوا كيف العظم بصير في displacement هون. أوكي راح أوقف الفيديو وشوفوا هذا الفيبيلر أو اللاترال. لاحظوا شو هاي الجاب، الجاب يعني هذا بدلنا إنه اللاترال كل لاترال ليجمنت. هل مرتبط هو مرتبط باللاترال من في جاب صح؟ طيب الجاب هذا اللي هون مين اللي راح ياخذ الحيز؟ الجاب التندون تاع البوبليتيس مصل بالضبط، والتندون اوف بوبليتيس مصل بوبليتيا ليجمنت، لا تندون اوف بوبليتيس مصل في واحده من العضلات الموجوده بالباك اوف ذا ليج اسمها بوبليتيس. تمام، راح ترتبط في لها فايبرز راح ترتبط ب اللاترال منسكس. في خلال الكونتراكشن اوف بوبليتيس راح تحرك معها مين الموبايل منسكس؟ اللاترال. اللاترال تمام. قارنوها بميد كولاترال ليجمنت اللي ورجيكم اياها. لاحظوا برود ليجمنت ماسك من الاعلى بالميديال اي بي كوندايل او فيمر، ومن تحت بالتيبيا. لاحظوا ملزقه يعني فيرملي اتاتش تو مين للكابسول و بالضبط. لاحظوا هاي، لاحظوا كيف بورجينا انه ملزقة تلزيق بالميديال منسكس، عشان هيك الميديال منسكس is fixed بالضبط هذا السبب. طيب لاحظوا اذا شفنا المنسكاي شفنا الليجمنتس، حاليا شو ظل عندنا؟ نغطي المفصل بمحفظة. شو بنسمي محفظة المفصل؟ كابسول joint capsule. طيب هاي رح ارجع من البداية. لاحظوا يا جماعة هذا اللي تشوفوه طيب شايفين يا جماعة الني جوينت بالأمام شو اللي مغطيها؟ في 3 structures بالترتيب، يعني أمام الني جوينت in front of the knee joint في عندي 3 structures، في التندون quadriceps tendon بالضبط. يعني حوالين هالثري ستراكشرز اللي بالامام شو لازم اثبت فيه؟ يعني الكابسول وين برتبط بالثري ستراكشرز بالامام؟ تمام، هذا اللي بتشوفوه حاليا هسه راح يمسكوا بالفورسبس، هذا الجوينت كابسول، الجوينت كابسول هاي بورجين الجوينت كابسول. اوكي حاليا راح يعمل شغلة. لاحظوا جوينت كابسول بكون ثيك posteriorly ثيك، ولاحظوا جوينت كابسول تعتقدوا هاي جوينت كابسول posteriorly، شو اسم المنطقة هاي بالاناتومي هاي الجماعة اللي هي the diamond او الدايموند بوبليتيا الفصة؟ معناته جوينت كابسول جزء من الفلور ولا الرف؟ الفلور of بوبليتياس بوبليتيا الفصة. طيب لاحظوا يا جماعة شو الاشي، لاحظوا فتحنا الكابسول شو الاشي اللامع اللي جوه هذا اللي جواته سائل اللي مبطن سينوفيال ممبرين سينوفيال ممبرين. هون بورجينا بالآخر لاحظوا السينوفيال ممبرين شو عمل بالACL والPCL،
بما انه الاي سي ال والبي سي ال شو حكينا، انترا كابسولر ولا اكسترا كابسولر؟ انترا كابسولر. اي شيء جوا الكابسول شو صنب الممبرين تعمل معه؟ بتغلفه صح، تعمل له تغليف. بس هذول بيكونوا برا الساينوفيال الكوشيات صح؟ اكسترا ساينوفيال انترا كابسولر. بالضبط بالضبط. اوكي اذا شفنا الني جوينت بالليجمنت بالمنسكاي، حاليا حنشوف الاستابيليتي للني جوينت تعتمد على شو يا جماعه؟ شو اللي حوالي الني جوينت؟ ليجمنت. ليجمنت صغير الليجمنت اللي شفناها كابسول. شفنا كابسول اللي حوالي الني جوينت مسلز صح؟ مين اهم مسل حوالين الني جوينت استابيليتي للني جوينت؟ الكواد ولا الهام؟ الكوادريسبس صح؟ صحيح بالضبط. طلعوا يا جماعه الكوادريسبس، الكوادريسبس يا جماعه مش لها تندون اسمه كوادريسبس تندون ماسك بالباتيلا؟ اذا ثبت لي الباتيلا، الباتيلا في كونتينيويشن للتندن اسمه الليجامنتم باتيلي اللي ماسك بالتيبيال تيبروسيتي. الكوادريسبس ذكروني بالني جوينت شو بتعمل؟ هي الاولي اولي اكستنسر ولا فليكسر؟ اكستنسر. اكستنسر للني جوينت بالضبط. هاي طيب مين المسلز اللي موجودين، خلينا نشوف المسلز اللي موجودين at the back of the knee joint. مين مسلز نازل من الثاي رايح للني؟ شو كان اسمهم الثلاث عضلات؟ سيمي ممبرينيوس. بالضبط كان لهم اسم واحد، لهم اسم واحد اسمه هامسترينج. هامسترينج. هامسترينجز. هام يعني back of the knee، سترينجز يعني اربطه. طيب الهامسترينجز زي ما انتم عارفين اذا اجتكم صوره زي هيك مثلا، طبعا ما راح اجيب لكم شيء زي هيك، راح الخص لكم الاخر واشياء سهله. طلعتوا على الني جوينت، في من الهامسترينج هم ثلاث عضلات، في لاحظوا في تندونز، في تو تندونز راحوا ميديالي، في واحد لاترالي. مين اللاترال تندون هذا اللي راح يمسك بالهيد اوف فيبيولا؟ بايسبس فيمورس. بالضبط التندون اوف بايسبس فيمورس. معناته مين التندنز الميديالي تبعت السيمي تندنوسس؟ الميمبرانوسس. وتذكروا يا مخط البوبليتيا الفوسا مين كان الحدود اللي فوق للبوبليتيا الفوسا؟ اللي هم هذول التندنز مزبوط؟ طيب تذكروني يا جماعة الهامسترينج للني جوينت شو بتعمل؟ فليكس. فليكشن صح؟ طيب فليكشن للني جوينت. طيب لو ثنينا الركبة وقلنا للبايسبس اعمل كونتراكشن، شو راح تعمل للني جوينت؟ لاترال روتيشن. لاترال روتيشن. طيب واللي جوا اللي هم اللي ماسكين بالتيبيا؟ ميديال. ميديال بالضبط. ميديال روتيشن. اوكي هاي بورجينا الاشياء و... طيب هيك اخذنا جماعه الني جوينت سهل ما في اشي. وين صار؟ صار يعني إذا بتطلع على صور البي دي اف كل اللي حكيناه بالفيديو موجود هون كله. اللي حاطط لكم أنا هون البيرسي اللي هم البيرسل الموجودين حوالين الني جوينت. كنت بتحكي 10 في أكثر يعني، بس أنا حاطط لكم مجموعة من البيرسي فقط للمطالعة. اللهم ببينين للموفمنت الموفمنت ات تفضل تفضلي. الكابسول بتغطي الانتيرير سيرفيس للني جوينت؟ لا الانتيرير سيرفيس للني جوينت لانه باي ثري ستراكشرز اللي هم اللي حكيناهم الثلاثه تندون باتيلا. اوكي خلص تمام. تندون باتيلي والكابسول حواليه والليجمنت باتيلي بالضبط. هلا الموفمنت ات ذا ني جوينت بما انه موديفايد هند جوينت بين التو كوندايلز، والتو كوندايلز اللي تحت اللي هم فليكشن اكستنشن، ويوم النية بتكون مثنية لاحظوا بتعمل ميدال روتيشن ولاتر روتيشن. بين الباتيلا والباتيلر سيرفيس جلايدنج موفمنت. طيب حاليا خلينا نشوف
bones of the leg. وبعدين ننتقل للني عفوا للانكل جونز. يعني ظل علينا موضوعين. طبعا صعب انه الخص كل شيء على المحاضرات كل نظري بعدد قليل من اللابات. يعني بنحاول نحكي اهم الاشياء. طيب شوفوا يا جماعه، هاي التيبيا والفيبيولا اخذتوهم بالسنه الاولى واخذتوهم حاليا واخذتوهم بتفاصيل. اللي بيهمنا يا جماعه حاليا اخذنا البروكسيمال اند اوف تيبيا، شاركت لي بالني جونت. طب الفيبيولا اي جزء مهم للانكل جونت؟ اللي هو الديستال بارت صح. اذا اللي بنركز عليه الديستال اند اوف تيبيا اند فيبيولا، لانهم اثنيناتهم جزء من الارتيكولار سيرفيسز اوف ذا انكل جوينت. يعني طبعا هون بيورجينا اللي هو السبكوتينيوس سيرفيس للتيبيا. لاحظوا يعني تمسكوا العظمه هاي التيبيا، الميديال سيرفيس والانتيرير بوردر بيكون سبكوتينيوس، يعني مش مغطيين بمسلز. بينما اللاترال سيرفيس لاحظوا هنا هذه كلها muscles. طيب خلينا نشوف the distal end of tibia and fibula. طبعا هون الممبرين اللي حواليهم وهي joints بهنيش حاليا. طيب لحظة يا جماعة، هاي the distal end of tibia and fibula. طبعا هذول الماليولاي اكيد، ميديال ماليولاس للتيبيا واللاترال ماليولاس للفيبيولا. حاليا اذا بدنا نشوف انفيريور فيو لهم للعظمتين، اي اسطح ارتباط، اي وين الارتكولار سيرفيسز للتيبيا والفيبيولا اللي راح شكله جزء من الانكل جوينت، اللي هم مين يا جماعه؟ الانفيريور سيرفيس هيو للتيبيا زائد الانر سيرفيس لمين؟ للميديال ماليولس صح. طيب مين راح ينضاف كمان؟ الانر سيرفيس لللاترال ماليولس. هذا كله ارتيكولار سيرفيس للديستال اند اوف تيبيا اند فيبيولا. اذا تتوقعوا مين واحده من العظام اللي تحت اللي راح تقابل هالارتيكولار سيرفيسز هاي وتشكل الانفيريرز؟ التالس. تيلس ماشي يا جماعه، اسمها التيلا. عند الضروره تجيبوا لنا الانر. تاكدوا من المايكات يا جماعه. طيب يا شباب سوي زي المايكات. مايك يا جماعه. طيب خلينا نشوف التيلس. طيب طبعا هاي الفوت بالبونز اللي فيها سهله ما فيهاش شيء. مين الوحده، مين العظمه الوحيده اللي عامل كونكشن بين الفوت بونز اوف ذا فوت اند ليج اللي هي تيلس. تيلس 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 يعني انكل. طيب هاي التيلس. هلا التيلس تتميز بشغلتين، هي عظمة أول شيء التيلس. لا ثلاث شغلات. أول شغلة عامل كونكشن بين البونز اوف ذا ليج اند فوت، وبالتالي جزء من الأنكل جوينت. اثنين، ولا في مصل مرتبطة بالتيلس، إذا نو مصل اتاتشمنت تو ذا تيلس. هاي اثنين خاصية ثانية. ثلاثة، التيلس حترتبط بفوق مين؟ بالتيبيا والفيبيولا. اذا لازم يكون الاسطح ارتباط يعني ارتكولار سيرفيسز للتيبيا والفيبيولا من فوق. من الامام راح نلاقي سطح ارتباط حيرتبط باللي قدامه اللي هو مين؟ النافيكولار. طيب من تحت حترتبط بالكالكينيوس، يعني تقريبا نص التيلس حول عليها ارتكولار سيرفيسز. تمام، نص التيلس فيها articular surfaces حتى ترتبط بالعظام اللي فوقيها اللي تحتيها اللي أمامها وتشكل لي المفاصل. هاي أهمية التيلس. طيب التيلس طبعا تتكون من head، طبعا هذا الجزء الأمامي head neck
وبادي، اي جزء يا جماعه اللي راح يرتبط مع الدستال اند اوف تيبيا اند فيبيلا؟ هيد نيك ولا البادي؟ شو رايكم؟ تيلس البادي. طيب هاي بدي اوقفها، هذا الهيد اوف تيلس، هذا النيك، هذا البادي. اي جزء راح يرتبط مع التيبيا والفيبيلا؟ اللي هو البادي صح؟ البادي، البادي اوف تيلس. لاحظوا البادي اوف تيلس من فوق في articular surfaces، اللي بالنص هيو هيرتبط مع distal end of tibia صح؟ وفي سطح من الداخل هيو مش مبين كثير رح يرتبط مع inner surface of medial malleolus، بينما هذا السطح اللي شايفينه هذا هيرتبط بمين هيو؟ مع inner surface للاترال malleolus. طب ليش كبير ونازل لتحت أكثر؟ لأنه اللاترال ماليولاس إذا انتبهتوا قبل شوية أطول من مين؟ منخفض أكثر من الميديال ماليولاس. بالضبط، أنا أطول من الميديال ماليولاس، فأكيد راح يكون articular surfaces surface أطول. طيب خلينا نشوف، نجمع العظمتين مع بعض ونشوف هاي الأنكل جوينت distal end of tibia and fibula والتيلس. طبعا نوع الأنكل جوينت يا جماعة زيه زي مين؟ زي الانوفي. يعني هنج، بسمح لي فقط لإيش هنا حركتين، يا دورسفليكشن بلانتر فليكشن فقط. دورسفليكشن بلانتر فليكشن يساوي أنكل جوينت فقط لا غير. يوم نحكي إن فيرجن إي فيرجن حكي لي عن مفاصل ثانية موجودة بالفوت غير الأنكل، تمام؟ طيب هلا بورجينا هنا الليجمنتس اللي حوالين الأنكل جوينت. طبعا زي أنتوا شايفين في lateral ligaments في medial ligaments. لاحظوا لي جماعة هاي الهيد اوف تيلس نيك وبادي، لاحظوا اي جزء اللي ارتبط بالدستال اند اوف تيبيا اند فيبيلا؟ البادي. لاحظوا لي على شغلة بالبادي، هاي البادي، برجع شوي بالفيديو شوي، البادي من الامام واسع صح؟ هاي مبين، ومن ورا بكون نارو. طب هذا شو اهميته للانكل جوينت؟ نخليه يعمل دورس فليكشن. لاحظوا البرود انتيرير بارت للتيلس اخذ الحيز كامل بالديستال اند اوف تيبيا اند فيبيلا بالسوكت اللي فوق، وبالتالي الانكل جوينت بتكون الستيبل بالدورس فليكشن ولا بلانتر فليكشن؟ جربوها انتم حاليا وانتم قاعدين، اعمل دورس فليكشن وعمل بلانتر فليكشن، اي متى بكون ستيبل الجوينت، بالدورسي ولا بالبلانتر؟ بالدورسي. بالدورسي ليش؟ لانه لاحظوا البرود انتيرير سيرفيس للتيلس للبادي اوف تيلس لما يعمل دورس فليكشن بيرجع لورا. لاحظوا يوم رجع لورا اخذ الحيز بالسوكت كامل، وبالتالي ما في مجال انه خلينا نحكيها بالعام انه يلعب جوا السوكت، تمام؟ قارنوها يوم يعمل بلانتر فليكشن، النارو posterior part حيصير جوا السوكت، وبالتالي حيكون في فراغات، وبالتالي اعمل بلانتر فليكشن وانت قاعد حتلاقي تقدر تعمل abduction وadduction بالليج بالعفو بالفوت، مزبوط؟ مشان هيك فيش عندنا inversion double plantar flexion؟ لا لا لا، الانكل جوينت فقط بعمل لي بلانتر فليكشن دورسفليكشن، تمام؟ لما تكون ستيبل الجوينت بالدورسفليكشن. طيب يوم اعمل بلانتر فليكشن نتيجه السبب اللي حكيت لكم اياه بقدر اعمل الجوينت بسمح لي شويه ابدكشن وادكشن. جرب وانت قاعد اعمل بلانتر فليكشن وحاول حرك الفوت هيك يمين الشمال، مش تتحرك معك هاي؟ ليش؟ شو سببها؟ انه النيرف بوستيرير بارت يوم نحط بالسوكت صار في عندي فراغات، فصار عندي في مجال للفوت تلعب يمين شمال. طيب طبعا هاي الليجمنتس اوف ذا انكل جوينت، طبعا في لاترال ليجمنتس وفي ميديال ليجمنتس، هي اللي لازم تركزوا عليه، اياهم الاقوى الليجمنتس اللي حوالين الني جوينت، اللي على الميديال اسبكت ولا على اللاترال اسبكت؟ ميديال. طيب انا بقول لكم تذكروا باللاب اللي راح قلنا
the strongest ligament in the body. شو كان اسمها؟ الهب بين الإيليوم وال إيليوفيمورال. في كمان تقريبا الثانية يعني بتنافسوا بين الأولى والثانية اللي هم الإيليوفيمورال، في واحدة بين الساكرو إيليك جونت ساكرو إيليك ليجمنت، تمام؟ يعني بتنافسوا بين أول وثاني. طيب مين ثالث ليجمنت بقوة بالجسم؟ اللي هي الليجمنت الموجود عند الأنكل جونت على الميديال أسبكت، هو الأكيلس، شكلها تريانجولار. فشو يسموها الليجمنت اللي حوالي على الميديال أسبكت؟ دلتويد ليجمنت. إذن الدلتويد ليجمنت هي تقريبا رقم ثلاثة بالقوة. ماشي يا جماعة؟ الدلتويد ليجمنت. طبعا ما بدي افصل بالليجمنت، بس هيك يعني ملاحظه صغيره كانت عليهم انه الدلتويد ليجمنت قويه جدا. لاحظوا قديش ترتيبها يعني من قوه الليجمنت بالجسم تقرير رقم ثلاثة. شوفوا لي هون حركات الانكل جوينت بالفيديو اللي هي دورسي وبلانتر. درج لكم اياها، هاي الحركه اسمها دورسي فليكشن، هاي بلانتر فليكشن. طيب اللي راح يعمل حركتين، هاي الحركه ان اي فيرجن يعني السول اوف ذا فوت لبرا، هل هاي الحركه بتصير عند الانكل جوينت؟ حكينا لا، احنا حكينا انكل يعني بلانتر دورسي فقط. اي فيرجن ان فيرجن الحركه هاي بتصير عند مفاصل بنسميهم سب تيلر اند ميد تارسل جوينتس، يعني جوينتس اللي بالفوت غير اللي بين التارسل بونز، هي اللي بتسمح لي بالان فيرجن والاي فيرجن. طيب حاليا شفنا الانكل، خلينا نشوف طبعا هون شويه اوكي خلينا نسوي شغله هون طبعا هاي البي دي اف، طبعا هاي صور البونز واللي شفناه بالفيديو نفسه. هم لاحظوا يا جماعه هاي الميدل اسبكت، لاحظوا الدلتويد الاخضر ليجمنتس اللي هم الليجمنتس اللي على الميدل اسبكت اوف ذا انكل جوينت قويه جدا. بهمنيش شو انا شو 1 2 3 4 خلاص. هاي الموفمنتس ات ذا انكل جوينت، لاحظوا دورسي بلانتر فقط. لاحظوا شو حاط لكم العنوان اللي تحتيه، موفمنتس اد سب تيلر اند ترانسفيرس او الميد تارسل جوينتس، يعني بين التارسل بونز بين بعض. شو هم الحركتين؟ ان و اي فيرجن، تمام؟ طبعا المسلز حاليا خلينا نشوف المسلز الموجودات على الليج، مسلز اوف ذا ليج. طيب لاحظوا في عندي اربع عضلات بالانتيرو كومبارتمنت اوف ذا ليج. اول عضله بالترتيب من اللاترال من الميدل لاترال، مرتبطه باللاترال سيرفيس اوف ذا تيبيا، موجودة بالأمام. شو سموه عضلة رقم واحد؟ تيبياليس أنتيريو. بالضبط تيبياليس أنتيريو، عديتي قدام الأنكل جون راح تعمل دورس فليكشن، كلهم دورس فليكسرز طبعا، كلهم دورس فليكسرز. العضلة رقم خمس خلينا اثنين، تنزل 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 لها فور تندونز ووصلوا للتوز، تعمل اكستنشن للتوز. فشو سموه عضلة رقم اثنين؟ extensor digitorum longus. بالضبط بيناتهم في عضلة رايحة إلى البيك تو اللي رقم ثلاثة سموه extensor hallucis longus. hallucis longus بالضبط، لا تخربطوا بين hallucis و pollicis. بالضبط دكتور، حسب الإصبع الثامب اسمه pollex بالفيني وهذا اسمه hallux. بالضبط بالضبط. العضلة الرابعة سموه فيبيلاريس تيرشس، فيبيلاريس لأنه ماسك بالفيبيلا، تيرشس لأنه أسرع حكيها مع اللي بعدها. المهم في عندي أربع عضلات بالأمام، حط لكم أنا بس ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، هو ذول دورس فليكسرز. العضلات اللي بالأمام هم دورس فليكسرز. شوفوا العضلات اللي على اللاترال أسبكت أوف ذا ليج، في عندي عضلتين ماسكات بالفيبيلا، إذا ببلش اسم فيبيلاريس، واحدة لونغس واحدة بريفس. فشو اسماميهم؟ فيبيلاريس لونغس اللي رقم خمسة،
ديب تو ذا فيبيلاريس لونجس راح نلاقي عضله رقم 6 تحتيها يعني اسمها فيبيلاريس بريفس. ولاحظوا الثنتين الاتاتشمنت تبعهم كيف راح يكون بهمنيش لوين واصل. المهم الثنتين هذولا اي فيرتورز يعني شو راح يعملوا ان اي ولا ان ايفيرجن ايفيرجن بالضبط. برافو عليكم. طب شو طال عندنا من العضلات؟ اذا العضلات اللي بالامام عملوا دورس فليكشن معناته كل العضلات اللي بالخلف بالليك شو راح يعملوا يا جماعه؟ لانتربتشن بالضبط. مسكنا العضلات قلنا شو العضلات السوبرفيشيال. اول عضله لها زي الكرشين لها تو بيلز سموه غاستروكنيميس غاستروكنيميس اللي رقم 7 تمام وهي التندون تبعها. لقينا تحتها اذا شلنا الغاستروكنيميس هذا الصوره اوضح اذا شلنا العضله رقم 7 الغاستروكنيميس راح نلاقي عضله تحتها فلات اسمها بلانتيريس سوليس تحتها مباشره تمام. اذا السوليس ديب تو غاستروكنيميس. طيب مين كمان عضله سوبرفيشال؟ عضله بلانتارس. لاحظوا قديش التندون تبعها طويل. هذول الثري تندون بسمو او الثري ماسلز بسموهم الكاف ماسلز. الثلاث عضلات بيشتركوا بتندون واحد قوي جدا اللي هو ذا سترونجست تندون ان ذا بودي اللي ماسك بالكالكينيس. فشو سموه؟ كالكينيال تندون او اخيلس او اكيلس تندون. ماشي يا جماعه اللي هي اقوى تندون هذا اقوى من الايليوفيمورال هبلاك ليجامنت تندون مش ليجامنت هذاك ليجامنت هذا تندون تندون هذا رباط هذا وتر اللي بنسك عضله بعظم ذاك عظم بعظم اللي هو الليجامنت. طيب اذا شلنا هذول الثلاث عضلات اللي هم السوبرفيشال جروب شو راح نلاقي تحت كمان من البوستيرير كومبارتمنت؟ الديب. أعكس أسماء العضلات بدل ما قلنا تيبيالس أنتيرير رقم 11 تكون تيبيالس بوستيرير صح؟ دي إكستنسور هالوسس لونجس فعندي إكستنسور رقم 12 إكستنسور فليكسور هالوسس لونجس بدل ما عندي إكستنسور ديجيتورم فرقم 13 فليكسور ديجيتورم ليس مهم فليكسور لأنه راح يعمل فليكشن بيعمل فليكشن بالضبط. كل العضلات اللي حكيتهم ورا كلهم فليكسورز تمام. طيب خلينا نشوف السيرفس اناتومي. اطلعوا لي على الصوره على الشمال رقم 2 لاحظوا الاصبع الصغير يعني لاترال صح. فهذا التندن رقم 2 شو بده يكون يا جماعه؟ تندن اوف. شو العضله اللي كانت نازله من فوق؟ اوف بايسبس فيمورس. طيب والتندن رقم 4 هذا التندن اوف سيمتينيوس بالضبط. طيب مين العضله هاي رقم 7 غاستروكنيميس بالضبط. شوف الصوره اللي على اليمين هاي الباك اوف ذا ثاي اند ليج العضله لاحظوا لاترال وميديال لاترال وميديال. العضله رقم 1 هي البايسبس فيمورس مزبوط. شوفوها هون هاي نفس الصوره. رقم 3 اللي هي السيمي تندنوسس رقم 5 بالضبط. مين عضلة رقم 6 هاي اللي نازل ستريت من الأدكتور النحيلة؟ الجراسيلس. الجراسيلس بالضبط. والعضلة رقم 7 اللي هي الجاستروكنيميوس. الجاستروكنيميوس بالضبط. شوفوا لي هاي الصورة لل وقارنوها باليمين. هذول العضلات رقم 1 2 3 هذول يا جماعة مين هم؟ كواد. يس. رقم 1 الريكتس سيبس. رقم 2 رقم 2 فاستس ميديالس ولا لاترالس؟ تطلع مباشره وين على الهيد اوف ميديالس. ميديالس 6 اللي هيد اوف فيبيولا ما تيك بالضبط. هاي فاستس ميديالس 3 لاترالس وهي العظم الباتيلا. اذا رقم 8 بده يكون التيبيال تيبروسيتي ومين 7 اللي هو ليجمنتم باتيلا. طيب شايفين في تندن نازل 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 وعامل انسيرشن على الهيد اوف فيبيولا معناته هذا التندن اوف 5 5 اوف باي البايسبس بايسبس فيمورس بالضبط. شوفوا هاي لاترال فيو قارنوها بالصوره على اليمين. عضله رقم 2 وهي الهيد اوف فيبيولا معناته مين رقم 2 البايسبس.
متذكرين الباند اللي كان نازل من الإيريا كريست للتيبيا؟ شو كان اسمه رقم واحد؟ هيليو تيبيال هيليو تيبيا تراكت أو باند، تمام؟ إذا رقم واحد باند أو تراكت. ثلاثة اللي الجاستروكنيميوس، مين تحت الجاستروكنيميوس؟ خمسة ال تحتها مباشرة تحت الجاستروك سوليوس، صح؟ سوليوس. طيب احنا هون نطلع على الجنب لانه هاي الفيبيولا، معناته هيك نطلع على اللاترال اسبكت اوف ذا ليج. مين العضله اللي كانت ماسكه بالفيبيولا؟ هذول الفيبيولاريس لونجس وبريفس. رقم أربعة اللي هي كانت سوبرفيشال، مين هي تتكون؟ هاي رقم أربعة فيبيولاريس لونجس. طيب رقم ستة اللي هي اللي حط الكويات التيبيالس انتيريور. طيب تعالوا على الانكل والفوت، دورسم اوف ذا فوت. هاي الانكل جونز، ماشي. تندون رقم واحد، شوفوا الاسهل، في تندون رايح للبيج تو، اذا شو بيكون التندون هذا؟ تندون اوف فليكسور هالوسز ولا اكستنسور هالوسز؟ بالضبط اكستنسور هالوسز لونجس. معناته اللي ميديال له مين؟ مين اللاترال له؟ الميديال إله تيبياليس انتيرير، ورقم اثنين التندن اوف اكستنسور ديجيتورم لونجس، والدليل انه انقسم لها كم التندن؟ هي اربعة. لا في عضلة رقم خمسة حط لكم اياها اسمها فيبيولاريس تيرشس. شوفوا فيبيولاريس تيرشس هي واحدة من العضلات اللي بالانتيرير كومبارتمنت، حكيت لكم اربعة بس ما علقتش عليها. تعمل لي دورس فليكشن، عفوا دورسيفليكشن، تمام. لا ليش سموها فيبيولاريس تيرشس؟ شو يعني تيرشس؟ أربعة تيرشس تيرشري تيرشري ثلاثة ثلاثة. ليش سموها تيرشس؟ لأنه في عضلتين كان يعملوا إي فيرجن وهي الثالثة، يعني فيبيولاريس لونجس فيبيولاريس بريفس، شو كان وظيفتهم؟ إي فيرجن إي فيرجن. طب مين العضلة كمان اللي بتعمل إيفيرجن؟ فيبيولاريس تيرشس، عشان هيك سموها فيبيولاريس تيرشس، لكنها مش من اللاترال جروب، هي من الانتيرير جروب. هاي نفس الصورة مكررة، الهيد اند نيك راح احذف لكم اياه خلاص. هذا كنت حاط فيه يعني صور كثير حلوة للمسلز اوف ذا والمسلز اوف ذا فيس، لكل صور وكل عضلة وشو بتعمل. يعني إن شفتوها مهمة أو تستفيدوا من الصور وضوحها للنظر يخذوها، يعني اقرأوا عليها، ما شفتوهاش خلاص. والمسلز اوف ماستيكيشن شوية صور. طيب حدا ظل عنده أي استفسار بالنسبة للور لمب قبل ما نشرح؟ لانتر فليكشن رونزا هي نفس اكستنشن؟ اه بس تحفظيهاش extension flexion، احفظيها plantar flexion dors flexion، انسى المصطلح البديل يعني راح يخربتك. طيب خلينا نحكي الهاند بعجاله 10 دقائق ونكون منهين، يعني على 9 للي طلب شرح الهاند. استشوف الصور وين صاروا. طيب لا المسلز اوف ذا هاند يا جماعه هم الانترنسيك مسلز اوف ذا هاند. طيب شوف الصوره هاي، في عندي مجموعه من المسلز بيشتغلوا على الثمب، تمام، في عندي مجموعه من المسلز بيشتغلوا على الليتل فينجر، في عندي مجموعه من المسلز بين الميتاكاربلز فسموهم انتر اوساي، في بالمر في دورسال. خلينا نشوف الصور رقم واحد. تعالوا على عضلة رقم 1 2 3، هذول العضلات رقم 1 2 3 بسموهم الثينر مسلز، قديش عددهم؟ 3. شو بيعملوا؟ شو اسميهم؟ عضلة راح تعمل رقم 1 راح تعمل ابدكشن للثمب، فشو بده يكون اسمها؟ ابدكتور. شو اسم الثمب؟ ابدكتور مسلز لونجس. لا لونجس بالضبط. العضلة لاحظوا اللاترال 1 اللي رقم 1، ميديال لها رقم 2، عضلة راح تعمل فليكشن لل
إبهام للثمب. إذا شو اسمه بيكون؟ فليكسر بوليسز بوليسز بريفس بريفس. تحت العضلة رقم واحد واثنين في عندي العضلة رقم ثلاثة ومبين جزء منها هي تعمل أوبوزيشن للثمب. إذا شو بيكون اسمها رقم ثلاثة؟ أوبوننس لونج بوليسز بريفس بوليسز. لا اسمها أوبوننس بوليسز رقم ثلاثة فقط. طيب إذا هذول الثلاث عضلات بسموهم الثينر مسلز اللي بغذيهم ميديان نيرف. طيب عضلة رابعة بس مش من الثينر مسلز بس كمان تشتغل على الثمب تعمل لي أدكشن للثمب. فشو سموها؟ أدكتور بوليسز. بس هون لقوا إنه لا بريفس ولا لونجس لأنه ما فيش غير عضلة واحدة بتعمل أدكشن للثمب. ماشي جماعة؟ الرقم أربعة اسمها أدكتور بوليسز. النيرف تبعها النر نيرف. والحذر مع اللابات عملنا تيست يوم مسكنا ورقة زي هيك سميناها فرومن تيست وسحبنا الورقة اللي حذر معي كان متذكر. طيب شو رأيكم بالعضلات اللي بتشتغل على الليتل فينجر؟ عددهم ثلاثة نفس المسميات. عضلة رقم خمسة بتعمل لي أبدكشن طبعا بسموهم الهايبو ثينر ماسلز هايبو ثينر. العضلة رقم خمسة بتعمل لي أبدكشن للليتل فينجر. فشو بيكون اسمها؟ أبدكتور ديجيتي مينيمي. رقم ستة بتعمل لي فليكشن للليتل فينجر إذا اسمها فليكسور ديجيتي مينيمي. تحت العضلة رقم خمسة وستة في عندي العضلة رقم سبعة تعمل لي شوية أوبوزيشن للليتل فينجر. فشو بيكون اسمها الرقم سبعة؟ أوبوننس ديجيتي مينيمي. أهم شيء نتعرفون ثلاث عضلات هذول بيعملوا أو بيشتغلوا على الليتل فينجر. طيب تعالوا لمجموعة من العضلات وين موجودات يا جماعة؟ هذا شوف لكم اياهم هنا ايوه بين الميتاكاربلز. شوفوا الصورة اللي بالنص او الصورة خلينا نبلش بالصورة اللي على اليمين. العضلات اللي بين الميتاكاربلز بسموهم انتر اوساي. انتر يعني بين، اوساي يعني العظم اللي هم الميتاكاربلز. عددهم من ثلاثة لأربعة. للحظ ان الصور اللي حط لكم اياها كم من عضله فيها؟ رقم الصور اللي على اليمين ثلاث جزء بالنظري حط لكم اربعه. اثنين صحيحات تمام، اثنين صحيحات. طيب البالمر انتروساي تذكروها بالاختصار اللي حط لكم اياهم هون الصوره اللي هاي. باد يعني البالمر انتروساي شو بتعمل بال بالفينجرز؟ اد يعني بتقربهم. ادكت حط لكم تفاصيل يعني مين بقرب الأصابع لبعض؟ اللي هي البالمر انتروساي يعني البي تعمل أد. بينما العضلات اللي بين الانتروساي لكن من وراء بسموهم الدورسال انتروساي عددهم أربعة. شو بيعملوا؟ داب يعني الدورسال دي شو بتعمل؟ أب داكشن. طيب مين ظل عندي مجموعة من العضلات كمان؟ في عندي عضلات مميزة لاحظوا شكلهم زي الديدان زي ديدان الارض فسموهم لامبريكلز. بتوصل لي الفليكسر تندونز بالاكستنسر تندونز اللي ورا عددهم أربعة. فشو سموهم؟ لامبريكلز. لامبريكلز تعمل لي هذا الوضع اللي هو فليكشن بالميتاكاربوفالنجل واكستنشن بالانترفالنجل جوينت. ماشي يا جماعه؟ هاي وظيفه اللامبريكلز طبعا بالاضافه للدورسال والبالمر انتروساي كلهم بيشتغلوا على الوظيفه هاي عن طريق الوسيط تبعهم اسمه اكستنسور هود او دورسال هود او اكستنسور اكسبانشن كله نفس الشيء. وحكينا عنه يوم حكينا عن الالنر نيرف انجري شو وظيفته وشو اللي بيصير بالبارشل كلو هاند وليش هذول بيتاثروا وليش السايد. هاي بالنسبه للمسلز اوف ذا هاند. تذكروا باد داب لامبريكلز تعمل الوضع هذا بالإضافة للباد والداب يعني البالمر انتروساي دورسال انتروساي لامبريكلز عن طريق الدورسال هود أو الاكستنسور اكسبانشن تعمل لي فليكشن ميتاكاربوفالنجل اكستنشن انترفالنجل جونز. جونز الثمب له عضلات خاصة انترنزك وفي اكسترنزك. الانترنزك جوه الهاند اللي حكيناهم قبل شويه. الليتل فينجر له عضلات انترنزك فقط موجودات جوه الهاند اللي هم الهايبوثينر ماسلز.
كل عضلات الانترنسك مسلز اوف ذا هاند ار سبلايد باي ذا النر نير اكسبت اللي هم ثلاث عضلات اللي بلشنا فيهم رقم 1 و2 و3 صح السينر والتو لاترال لامبريكلز والتو لاترال لامبريكلز اللي هم حط الكوياهم اللي هم الفيرست السكند اللي هم هذول قصدي عنهم الفيرست والسكند او اللاترال تو لاترال لامبريكلز هاي قصدي فيهم. حد هذا عنده اي استفسار يا جماعه؟ دكتور بس بعد انك بس في شغل بس بدي استوضح منها بشكل افضل اللي هو كيف توزيع الميديان نيرف والالنر نيرف ما بين الفور ارم وما بين الهاند بشكل سريع بس تمام يعني دون خوض بدقة تفاصيل. طيب خلنا نشوف كده في الجلم. تمام هاي الفور ارم وهاي الهاند تمام مبين عندك الوايت بورد؟ تمام دكتور مبين. طيب الفور ارم خلينا دقيقة شوية ستوب شير طلع هنا. هلا في عندي المسل النيرفز التالي خذ الثلاث ثري نيرفز راديال ميديال النر. الراديال ببساطة بيغذي لي كل العضلات الموجودة البوستيريور كومبارتمنت اوف ذا ارم اند فور ارم تمام تمام دكتور تمام البوستيريور ميديال بالضبط ميديال ميديان والنر ما بيغذوا ما لهمش برانشز لا بالاكزيلا ولا بالارم ما لهم الشغل اذا شغلهم بالفور ارم والهاند. الامون هم نازلين بالفور ارم مين اللي بيستحوذ الموتر سبلاي له اكثر الميديان ولا الالنر؟ الميديان 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 بيغذي من العضلات اللي امام قديش عددهم اللي بالامام 8 صح 8 يغذي 6 عضلات ونص ويخلي للالنر نير عضله ونص. مين هي العضله ونص؟ اكيد الفليكسور كاربي النارس والميديال هاف اوف فليكسور ديجيتورام بروفندس. طيب دكتور هسه انا مثلا مساله النص هاي انه مساله انه هاي العضله بتتغذى من التو نيرفز بنفس الوقت. طيب لو تعطل واحد انه العضله هاي بتضعف جزئيا ولا ممكن انه خلص انه السبلاي اللي من النيرف الثاني يغطي؟ لا تضعف لانه اصلا العضله قديش كم من تندو رايح منها 4 صح؟ فبضعف الجزء اللي طالع منه هالتندونز يعني افترض الميدل هاف اوف بروفاندس ضعف نتيجه الالر نيرف انجري اي اصابع راح يتاثروا لا هذا لا الاول عفوا لا الاندكس ولا الميدل مين اللي راح يتاثروا اكثر؟ الاصبعين اللي هون اللي مع جهتها نعم صح؟ والدليل يوم يصير الالر نيرف انجري هذول الاصبعين بتاثروا وكلمه السر كانت بالالنر بارادوكس اللي هي النص هاي النص اللي هي النص انه حتى ليش كانت بالريست اخطر من الالبو بالريست لانه العضله فوق شغال النص شغال هيك معناته النص شغال بالريست لكن لو صار الكسر او النيرف انجري عند الالبو النص راح معناته ما مش راح تقدر تعمل فليكشن بالاصابع الديفورمتي حتخف وين بكون الديفورمتي اخف يوم تكون بروكسيمال تحت النص شغال معناته راح يعمل فليكشن اكثر وبالتالي الديفورمتي بتكون اشد يعني السر بالنص. تعال بالهاند اعكسهم اعكس بين الالنر والميديان مين راح ياخذ الحصه الاكبر بالهاند الالنر كلهم ما عدا اللي حكينا قبل شوي الثينر الثلاثه والتو لامبريكلز والتو لامبريكلز التو لاترال لامبريكلز تو لاترال او اللي حطيت لهم قبل شويه اللي هم الفيرست والسكند او باختصار التو لاترالز تمام هذول تو لاترالز والثينر جماعة الميديان نيرف وإذا انصابوا بعملوا لهاي البندكشن ديفورمتي الألنر جماعة التو لامبريكلز بعملوا لي تأثيرهم على الإصبعين هذولا يعني خلاص ندق قسمهم ثلاث أصابع هذولا تأثير الميديان نيرف لهم الإصبعين هذولا ألنر نيرف تمام هاي بمعنى وشغل النيرز بينات. شكرا لك دكتور يعطيك العافيه محطوط بالسلايد انه الرينك او الاصبع اللي هو الرينك نص من الميديان ونص من الالنر كانه ما هو شوف قاعدين نحكي على موتور ولا سنسوري موتور صح موتور مو كل نيرف لحظه النيرف له 3 برانشز
موتور يعني بغذي عضلات اللي كنا نحكيهم 6.5 ب1.5 مثلا. السنسوري بيختلف يعني شو المنطقة من السكن اللي بياخذ منها السنسيشن، هاي السنسوري. وفي كوتاني، في اللي بسموه الكوتانيوس برانشز يعني من السكن، وفي ارتيكولار برانشز اللي بياخذ من المفصل نفسه، مناش فيها. هلا بالهاند السنسوري للميدل نيرف باخذ السنسيشن من الاصبع، اصبعين 3.5 نص الرينج، هاي السنسوري. نحكي عن سنسيشن هو مش موتور. هذا الكوتينيس بالضبط، كوتينيس. كوتينيس يعني جلد، يعني مين اللي بياخذ احساس من اصبع 2.5 ميديان، ومين ابو 1.5 احساس الالنر. عشان هيك دكتور انت كنت تحكي لنا انه الميديان احنا بنسميه الاي اوف هاند لانه هو المسؤول عن السنسيشن بالهاند. بالضبط، والالنر كانوا سموه لانه ماخذ الموتر، مش يعني السيطره كانت لاحظوا بالهاند، الالنر اخذ الموتر، عشان هيك بسموه الميوزيشن ميوزيشن نير اللي هو تبع نير. بينما الميديان نير ابو 3.5 انه اخذ السنسيشن اكبر فسموه الاي اوف ذا هاند، صح. وربطت لكم اياه بشيء ثاني وعملنا التست. يعني هاي كانت التوزيع، بس لازم تفرقوا بين موتور وسنسوري، سنسوري غير عن موتور، يعني لا تخربطوا. هاي يا جماعه اهم الاشياء بالاربع لابات، يعني حاولنا بقدر الامكان نحكي الشيء المستطاع، لانه يعني صعب نغطي 25 محاضره باربع لابات. عملكم فيديوهين، فيديو اللي هو تلخيص لماده المد، راح ناخذ فيها ابر ليمب، وراح اخلي اللور ليمب لماده الفاينل، يعني فيديوهين صغير هون وصغير هون، تمام. اقول لكم ركزوا على هاي، ركزوا على هاي، ركزوا على هاي، زي ما تعودتوا بالسيستمات اللي راحت. دكتور فاينل جي اي، فاينل جي اي اعطيتكم اياه التلخيص زمان. عندكم اكيد جزء لقوا او اسالوا يزن وين بعث لكم اياه، بعثت لكم اياه زمان، هو المد. تمام، يعطيكم العافيه وان شاء الله موفقين بالامتحان. السلام عليكم. وعليكم السلام.